النون. يقول الكتاب: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس مثل ما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. اطلبوا سلام المسيح لأنه سلامه يفوق كل عقل. مساء النور. اطلبوا سلام يسوع المسيح أن يسكن في قلوبنا وأن يسكن في بيوتنا وأن يسكن في حياتنا. سلام الرب يسوع في حياتنا في كل شيء. آمين. آمين. اسمح للرب أن يغيرك وتكون إنسان جديد في المسيح. آمين. إذ كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. آمين. أستطيع كل شيء في المسيح يسوع. آمين. فاطلبوا مشيئة الرب. آمين. خلونا قبل ما نبدي ناخذ دقيقة صمت، نصلي ونتوب بها في توبة حقيقية للرب، وكذلك نطلب السلام على بلدنا، نطلب من الرب إيقاف نزف الدم، وبالأخص في هذه الأيام التي مرت بها بلادنا بغداد وقسم من المحافظات. فخلنا ناخذ دقيقة صمت وندي. هللويا. آمين يا رب. آمين يا رب. آمين يا رب. نعم. احفظ بلادنا يا رب. آمين. من كل شر يا رب. آمين يا رب. وملأها من خيرك. آمين. جايين من كل القلب لأن ملنا رجاء غيرك. آمين يا رب. آمين. خلي كل واحد يرنم البلادة. السوري لمن بالبلادة والعراق يرنم البلادة. خلي كل واحد يرنم البلادة. محتاجين أن الرب يسيج من حول العراق وسوريا ومصر وفلسطين لبنان كل البلاد العربية. آمين. محتاجة، محتاجة صلاتك. آمين. آمين. احفظ بلادنا يا رب.
عليها يشفي أراضيها ومذبحك فيها احفظ بلادنا يا رب احفظ بيوتك في بلادنا واملك عليها يا سيدنا واحفظ بناتنا وأولادنا احفظ بلادنا يا رب احفظ بيوتك في بلادنا واملك عليها يا سيدنا واحفظ بناتنا وأولادنا احفظ بلادنا يا رب مجدك يعود فيها يشفي أراضيها ومذبحك فيها يحفظ بلادنا يا رب مجدك يعود فيها يشفي أراضيها مذبحك فيها يحفظ بلادنا يا رب نطلب حماية لأبوابها عفا وطهارة لشبابها دم الحمل على أعتابها يحفظ بلادنا يا رب أمين أمين نطلب حماية لأبوابها عفة وطهارة لشبابها دم الحمل على عدبها يحفظ بلادنا يا رب مجدك يعود ليها يشفي أراضيها ومذبحك فيها يحفظ بلادنا يا رب أمين أمين يا رب مجدك يعود فيها المس يا رب المس يشفي أراضيها المس عوائلنا يا رب ومذبحك فيها المس أراضينا يا رب يحفظ بلادنا يا رب احفظ بلادنا يا رب احفظ بلادنا يا رب واملأها من خيرك جيد كل القلب ملناش رجاء غيرك احفظ عراقنا يا رب احفظ عراقنا يا رب واملأه من خيرك جيد بكل القلب ملناش رجاء غيرك آمين آمين هللويا نعم يا رب ملناش رجاء غيرك يا رب آمين يا رب ملنا سواك يا رب آمين حياتنا نكرسها لرضاك يا رب آمين هو ملجأنا بس يما تطمئن روحنا آمين يا رب نعم يا رب ما لنا سواك يا سيد آمين ما لنا غيرك يا رب وسط ظلمة هذا العالم تعال يا سيدي ما لنا سواك تعال يا رب والمس القلوب والمس الأفكار جدد يا رب احي يا رب لي سواك يا سيدي حياتي رضاك يا سيدي لي سواك يا سيدي حياتي رضاك يا سيدي أنت متكلي أشهد يا سيدي نفسي لا تستهلك يا سيدي حلو ما
أشهد يا سيدي يسوع، نفسي لا تزداد يا سيدي، أفرح لك يا مجدا رب. لاسمك يا رب. هللويا. قل له أنا عايزك أنت. نعم يا رب. يا صاحب القوات. آمين يا رب. رفعت إيدك بنظرة عينك تعمل معجزات. آمين يا رب. آمين. آمين. هللويا. هل لديك إيمان أن الرب قادر؟ آمين. 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 أشلي آمين ضعيفة. آمين. آمين. هللويا. هللويا. نعم يا رب. افرح وفرح بالرب. أنت قادر يا رب. تعمل معجزات. بالقوة يشهد
بالأنا مشكيها مهما كانت صعبة هتقدر عليها. انت عارف Good night.
زكي علي صوتك يا صاحب القوات تشغل يمينك وتعمل معجزات. امين هللويا 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 امين. يقول الكتاب في مزمور 105 والعدد 4 هللويا اطلبوا الرب وقدرته التمسوا وجهه دائما. يا ريت نكرر الآية مع بعض. اطلبوا الرب وقدرته التمسوا وجهه دائما. امين امين. تفضل استريحوا.